For me, the Middle East now stretches all the way to Bosnia, to Sarajevo, where the Islamic faith brought here by the Ottomans is under siege. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. شفت هو عم بيموت. أنا صابه. ما حدا استرجع قرب عليه. ما حدا استرجع يساعده. صفى دمه. دقيقة اللي وقع فيها عرفت إنه هيدا أنا المنصاب. إنه هيدا أنا على الأرض عم بنزف. إنه هيدا أنا الميت. كان في متاريس رامل قطعين الطريق. كان في شراشف معلقة من الميلتين من الطريق واصلين بنايتين بوج بعض تيسكروا على القناصين. ضل ناطر هونيك لوقت طويل قبل ما يطشوا واحد من الميليشيا لجوات البناية. كانت الحيطان مبخوشة يقطعوا من بناية للتانية بالممرات اللي انخلقت شي مثل اللابيرانت. الواحد كان في قطع من أوضة نوم لأوضة قعدة لمحل شبكة جديدة من الطرقات الجوانية ما إلها خريطة. الواحد ما كان يعرف وين الجوع بيخلص وين البرا بيبلش. الاشتباكات كانت قطعة الطرقات الرئيسية والأنابل خلقت مدينة جديدة جوات بناية المدينة القديمة. مدينة أسرارها ما كان يعرفها إلا اللي حاربوا. You can understand why I don't want to venture and go outside. I'll just stay here and wait for the war to end.